قال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي إن بلاده ليس لديها أي خطة للبقاء في سوريا على المدى البعيد. وحول ما تم طرحه عن الوجود الإيراني في سوريا والخلاف في بعض وسائل الإعلام بين إيران وروسيا، قال سلامي إن الوجود الإيراني شرعي لأنه جاء بطلب من النظام السوري، وليست هناك أي استراتيجية بعيدة للأمد للبقاء أو بعيدة الأمد للبقاء. بعد التصريحات والإعلان المباشر عن الأهداف والاستراتيجية الأمريكية في سوريا، أصبحت الأمور أكثر وضوحاً للمراقبين للدور الأمريكي المبني على استراتيجية واضحة جداً. توجيهات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو وغيرهم من الزعماء الأمريكيين بأن تعمل استراتيجية الولايات المتحدة نحو تعزيز المتبادل لثلاثة أهداف، وهي أولاً هزيمة مشتركة لداعش الإرهابي، بمعنى استكمال الحملة ضد داعش لتنحيته من الأراضي السورية، ثم القيام بالأنشطة التي تضمن عدم قدرتهم على الوصول والعودة إلى المناطق التي تم تحريرها من قبل التحالف وشركائه قوات سوريا الديمقراطية، وثانيا سحب جميع القوات الإيرانية من جميع الأراضي السورية بسبب الدور الذي لعبوه في سوريا وفي أماكن أخرى، وهو دور يسعى لزعزعة الاستقرار ويؤدي للكثير من العنف وتأجيج الصراع. ولهذا فإنه يجب على القوات الإيرانية مغادرة سوريا من أجل استقرار الوضع السوري. ثالثا ورؤية تسوية سياسية للنزاع في سوريا تحت رعاية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وإطار مؤتمر جنيف. إيران سارعت على التأكيد عن مدى انسجامها مع روسيا من خلال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني العميد حسين سلامي، الذي أكد أن بلاده لا تنوي الدخول في أي صراع مع الروس حول تواجدها في سوريا وأن وجودها شرعي لكنه ليس بعيد الأمد. وقال نائب القائد العام للحرس الثوري في إيران العميد سلامي حول ما تم طرحه عن الوجود الإيراني في سوريا والخلاف الذي تم الحديث عنه في بعض وسائل الإعلام بين إيران وروسيا، إن الوجود الإيراني في سوريا جاء بطلب من الحكومة السورية وليست هناك أي استراتيجية بعيدة الأمد للبقاء، وإن إيران لا تنوي أبدا أن تدخل في صراع مع الروس، وما تم ترويجه في الإعلام عار عن الصحة على حد وصفه. يشار إلى أن ألكسندر لافرنتيف المبعوث الخاص للرئيس الروسي لتسوية الأزمة السورية يزور طهران غدا ويلتقي علي شمخاني أمين مجلس الأمن القومي الإيراني. السؤال هنا، هل يمكن أن تتخلى روسيا عن حليفتها إيران إن هي وجدت عرضا سياسيا أكثر إفادة لمصالحها؟ وهل يمكن أن تلعب الولايات المتحدة على هذا الوتر لتفقد إيران حليفها الأكبر وتخرج من سوريا؟ العديد من المحللين أكدوا أن إيران لا تأمن كثيرا لما يمكن أن تقدم عليه روسيا، لذا كثر الحديث عن تغيير إيران للطبيعة الديمغرافية لعدد من المناطق كان يقطنها سوريون من السنة والتي تحولت إلى مناطق تسكنها ميليشيات شيعية دخلت سوريا لمساندة النظام السوري، وازداد الحديث عن دور خفي يلعبه رجال أعمال ومقاولون إيرانيون قاموا بشراء وبناء عقارات في أماكن مختلفة، لتبدو هذه الخطوة وكأنها جاءت استباقا وتحسبا من أي تغيير روسي محتمل في إطار صفقة دولية قد تتسبب في إخراجها من سوريا. والحديث أكثر مشاهدينا حول هذا الموضوع، يسعدني أن أرحب بضيفاي مع من إيطاليا الأستاذ أحمد الرمح باحث وكاتب في مرصد منى الإعلامي للبحوث والدراسات، ومن شيكاغو مجددا دكتور نمرود سليمان كاتب ومحلل سياسي. أستاذ أحمد مساء الخير. مساء النور، أهلا بك أستاذ وعد. أهلا بك لكم ولضيفك الكريم. أهلا وسهلا أستاذ أحمد. روسيا وإيران في سوريا، يعني يبدو أن هناك صراع خفي تحت سقف التحالف، هذا التأكيد من قبل إيران، هل هي تأكيد لمدى هذا الخلاف بين البلدين أم هناك توافق كلي وكل ما يشاع هو مجرد افتراءات؟ بداية صديقي الكريم، يجب أن نعلم أن الاستراتيجية الأمريكية أخذت قرارها وهي تعمل على أن يكون هذا القرار الأمريكي بالضغط على إيران وحصار إيران وإخراج إيران من سوريا يتحول من قرار أمريكي إلى حالة دولية وقرار دولي. هذا الأمر تدركه روسيا تماما وأصبحت مدركة له، وأكاد أن أقول مستسلمة له الآن، مستسلم له نظام الملالي في إيران. ولكن كيفية الإخراج، المشكلة حتى الآن أن الأمريكان ليس لديهم سياسة واضحة لإخراج هذا الفريق الإيراني من سوريا. زد على ذلك التصريحات الإسرائيلية في مجملها واضحة ولن تقبل بتواجد للإيرانيين في سوريا. على هذه المسألة الآن الإيرانيون يريدون
ألا يظهروا أنهم فريق متمرد على المجتمع الدولي بتواجدهم بسوريا دون أن يخرجوا. المسألة الولايات المتحدة ليس لديها سياسة في إخراج إيران من سوريا، وأيضا الروس الذي يتحكم بهم، والعلاقة مع إيران هي والمجتمع الدولي هي علاقة مصالح. طيب. بالتالي الروس لديهم مصالح كثيرة مع المجتمع الدولي، مع الاتحاد الأوروبي، مع الولايات المتحدة، أهم بكثير من علاقتهم مع إيران في هذا الجانب. ولذلك طيب. ممكن في أي لحظة حينما تحصل هناك صفقة ما يستطيع الروس أن ينتهوا منها، مثلا قضية جزيرة القرم، أوكرانيا، قضية الصواريخ، عندئذ روسيا لا تبيع فقط إيران إنما تبيع الأسد نفسه. طيب دكتور نمرود، بالعودة إليك مجددا، يعني هذا دعنا نقول موسكو كما أشار الأستاذ أحمد باتت تعرف الآن مدى الاستحقاق الأمريكي بإخراج إيران من سوريا والمطالبة الأمريكية، لا بد من أن تأخذه بعين الاعتبار. يعني هنا أشار الأستاذ أحمد بأنه لا توجد استراتيجية أمريكية واضحة لإخراج إيران من سوريا في هذا الجزء، لو تفضلت. سيدي الكريم، يجب القول أن هناك خلافاً كان خفياً وقوياً ما بين الإيرانيين والروس في سوريا. لماذا؟ لاختلاف الأهداف. الروس مثل أي دولة بالعالم كان لديها مصالح بسوريا وكانت تبحث عنها، مثلها مثل الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها. إيران إضافة لمصالحها هناك لديها أهدافاً عقائدية، مذهبية، دينية. هنا يحدث نوع من الاصطدام ما بين الأهداف الأمريكية والأهداف الإيرانية. الأهداف الروسية والأهداف الإيرانية. نعم تفضل. والأهداف الإيرانية. نعم. عندما اشتد هذا الموقف الأمريكي من إيران أيام ترامب وانسحابه من الاتفاق النووي، تحولت القضية الإيرانية من علاقة ثنائية بينها وبين روسيا إلى قضية دولية يتفاعل معها العالم. الآن الإيرانيون بحاجة ماسة لروسيا لأسباب دولية تتعلق بمجلس الأمن، وهي بحاجة أيضا لها بسوريا. لذلك نلاحظ الآن إيران توجه رسائل متعددة للروس كي يرضوا عنه، ولكن هل الأمريكان جديون؟ أنا من وجهة نظري الشخصية لا الأمريكان ولا الإسرائيليين جديون في موقفهم من إيران، وكل هذه الجعجعة التي يقوم بها الأمريكان وخاصة ترامب حول إيران هي للاستغلال المحلي الداخلي. لماذا؟ لأن هناك أهداف مشتركة. يعني مثلا إذا بتسأل أنت الأمريكي، أنتم من سنة 1979 إلى هذه اللحظة تهاجمون إيران وإيران تهاجمكم، ولكن إلى هذه اللحظة لم نرى أي اشتباكا ولو كان جزئيا أو بسيطا. يقول هذا الأمريكي طيب. نحن مع إيران لسببين، بس هذه الجزئية بعجالة لو سمحت. سبب اقتصادي وسبب سياسي. السبب الاقتصادي، عندما حولنا إيران إلى بعبع في منطقة الشرق الأوسط وخاصة دول الخليج، فإن دول الخليج تشتري بمليارات من الدولارات أسلحة من عند الأمريكان للوقوف ضده. سياسيا أن هذا الضغط الإسلامي، لنقل أنه كان عندك 57 دولة إسلامية كانت تمارس الضغط على إسرائيل، الآن توزع هذا الضغط ما بين إسرائيل، ما بين العرب وما بين إسرائيل. هلا إذا تعمل عملية إحصائية في الشرق الأوسط، من هو عدوك الأول، إسرائيل أم إيران؟ ربما ينجح التصريح الأول أنه إيران عدونا. طيب. لهذان السببان لا يمكن لهما بالرغم من كل ما نسمعه أن يختلف كيف مع إيران. طيب أستاذ أحمد الرمح، يعني في ظل طرف يعني الحديث من عندك ومن عند دكتور نمرود، يعني سؤال يطرح نفسه هنا، إيران في مواجهة ضغط سياسي وعسكري واقتصادي ودبلوماسي الآن، يعني إسرائيل في سوريا، هل ستقوى
في نهاية المطاف روسيا على تجاهل كل هذه الضغوطات إن كانت اقتصادية وسياسية وعسكرية. هنا أتحدث عن إسرائيل. نعم صديقي، أتفق 100% مع ما طرحه الأستاذ نمرود، ولكن أضيف له أن وظيفة هذا النظام أو دور هذا النظام الآن انتهى. نعم، منذ 79 حتى اليوم، والولايات المتحدة المستثمر الأكبر من الحالة ومن البعبع الإيراني الذي يمتلك مشروعا فارسيا صفويا بمخالب شيعية وقد أساء حتى للتشيع، المستفيد الأكبر من هذا هم الولايات المتحدة، ومن يستعرض منذ سنة 79 حرب الخليج الأولى والثانية وغزو العراق يعلم ذلك جيدا، بل أكثر من هذا زواج المتعة التي تعيشه الولايات المتحدة مع إيران في العراق يكذب في ما يحصل في الحالة السورية. ولكن مع هذا كله الآن نظام الملالي انتهى دوره. أنا الآن في زيارة إلى روما، في هذه الزيارة نحن الآن نجتمع مع استراتيجيون من مراكز دراسات في الولايات المتحدة وفي الاتحاد الأوروبي. الأمر كله يتعلق على أن إيران ودور هذا النظام في هذه المنطقة الحساسة من الشرق الأوسط لم يعد خادما للسياسة الأمريكية الجديدة والظاهرة الترامبية من خلال اليمين المتطرف، لم يعد مفيدا، وبالتالي يجب أن ينتهي النظام دون أن تسقط الدولة. ولذلك حينما ننظر رأي الأستاذ نمرود صحيح، ولكن الآن حينما ننظر إلى حزمة العقوبات هذه ليست مزحا ولا تبادل ولا تقاسم ولا تمثيلية كما نردد نحن العرب أنها مؤامرة. لا، اليوم أنتم تعرفون ترويمن الإيراني كيف انهار، الحالة الاقتصادية، نحن نتابع الوضع الاجتماعي، الوضع الديمقراطي في بلوشستان، في سيستان، في إلى آخره، كلها هذه مجتمعة توضح أن هذا النظام انتهى دوره. 4 عقود أدى الدور كما يجب وسار كما رسمت كيسنجر في نظريته بالنسبة للشرق الأوسط. إذا أردت أن تستفيد من حرب ما، حولها من حرب من أجل الاستقلال، من أجل مطالب اجتماعية، إلى حرب دينية. قامت إيران بكل ذلك. الآن نحن في الحالة السورية، الحالة السورية يرتبط فيها هذا. أنا أقول لك سرا، طيب فضل، التقى بنا بس معلومة أقل من 15 ثانية. فضل دك أستاذ. طلب لقاء أحد أحد الموالين للنظام، يعني يشكل حال معينة، قال يعني بتعبير السوري احنا استجحشنا وانتم المعارضة استجحشتم. ليش يا اخي؟ قال اخي هذا الاستجحاش ما بين الطرفين ادى الى تغلغل ايران في مؤسسة الدولة السورية حتى اننا لم نعد نستطيع ان نبعدها. النظام كما تعلم بالتالي يهمه ان يكون على رأس السلطة ومستعد ان يضحي بايران وسواها، ولكن ايران تغلغلت كثيرا وممكن نتحدث عن هذا فيما بعد في هذا اللقاء. نعم دكتور نمرود، يعني في مسألة عجبني التشبيه اللي طرحه الأستاذ أحمد، قال زواج متعة. هنا هل ستتمكن روسيا من، دعنا نقول بشكل أو بآخر، من فرملة طلبات القيادة الإسرائيلية بأكثر من مرة قالت بأنها على روسيا أبعاد وأخراج إيران؟ يعني هل سنشهد طلاق بالإكراه بين الإيرانيين والروس فيما يتعلق بالساحة السورية والمشهد السوري؟ دعني أقول ما يلي بكل صراحة وبكل جرأة. عند الأمريكان وعند الروس ينظرون إلى الشرق الأوسط كلها كسلة واحدة، كدائرة واحدة، يعني لا ينظروا إليها مثل ما ننظر إيران لوحدها والسعودية لوحدها وسوريا لوحدها، كلها خيوط متشابهة، أحيانا تسحب خيط من هنا وخيط من هنا. رأيي الآن، لماذا يزداد الضغط الأمريكي على إيران؟ هو مطلب سعودي أكثر ما هو حاجة أمريكية. لنفصل ما بين المطلب والحاجة. ترامب يعلنها على الملأ تقريبا كل يوم. هناك توظيف من الرساميل السعودية في أمريكا بمقدار 110 مليار دولار.
هذه يمكن وفرت فرص عمل بحدود 600 ألف فرصة عمل، والآن الاقتصاد الأمريكي بعهد ترامب منتعش. الآن إيران، السعودية من هو عدوها اللدود في الشرق الأوسط؟ هي إيران. إذا أمريكا تستثمر بهذا المجال. يجب أن نعلم أن الاقتصاد الأمريكي عموده الفقري هو المجمع الصناعي العسكري، وهذا المجمع الصناعي العسكري يبحث عن أسواق. إيران من الدول المهمة التي تفتح الأسواق لهذا المجمع العسكري، لذلك الاستغناء بإيران ليس بسيطا. يختلف الأمر مع روسيا. روسيا تريد العودة إلى سياسة القطب التي خسرته أيام الاتحاد السوفيتي، لأنه أيام الاتحاد السوفيتي كان في قطبين، قطب روسي أو قطب سوفيتي وقطب أمريكي. الآن منذ عام 1990 إلى هذه اللحظة العالم يسير بسياسة القطب الواحد الأمريكي. الآن دخل الروس على الساحة الدولية وبكل قوة يريدون العودة إلى حقهم الذي، لذلك بتلاحظ أن الروس يفتحون على الجميع، لهم علاقة طيبة مع تركيا، لهم علاقة طيبة مع إيران، لا يوترون كثيرا مع الأمريكان، ولكن يحققون انتصارات كبيرة سواء بالقرم ولا بسوريا ولا بجورجيا ولا ولا ولا. إذن هن هدفهم هو العودة. لا يوجد اتفاق في الأهداف ما بين إيران وما بين روسيا. آخر كلمة، إذن روسيا لتحقيق هذا الهدف بإمكانها الاستغناء عن إيران بأي لحظة. طيب أستاذ أحمد، حضرتك أشرت وأكدت بأن من الصعب أن تخرج إيران من سوريا بدون أي مقابل ثمين للروس للتخلي عن إيران وإلى ذلك. يعني الآن هناك زواج لعدة عوامل كثيرة، منها الضغط الاقتصادي على إيران، التهديد بالعصف الغليظة كما يقال، التهديدات الإسرائيلية المتكررة. الآن كل هذه العوامل مجتمعة بالإضافة إلى الغليان الداخلي إثر العقوبات الاقتصادية، هل سيؤثر بطبيعة الحال في اتخاذ قرار إيراني بسحب كل من هو محسوب عليه من حرس ثوري وميليشيات وكل شيء يدور بفلك إيران من سوريا؟ أستاذ أحمد الرمح، أعتقد أنه في المستقبل القريب سيكون هناك إعلان بالانسحاب. تذكرون بوتين منذ سنة ونصف أعلن انسحاب من سوريا وازدادت القوات. ممكن أن يكون هناك إعلان انسحاب مخادع، بمعنى أن تخرج الميليشيات والخبراء المعروفين الموجودين في سوريا، ولكن كما تعلم أن مجموعات المرتزقة التابعة لإيران عددها كبير. الآن السياسة الإيرانية في سوريا تبدلت في الفترة الأخيرة نتيجة الضغط وبعد اجتماع هلسنكي ما بين ترامب وبوتين، تبدلت وبدأت تعمل فعلا على مسألة الانسحاب، بحيث تظهر أنها انسحبت وبالتالي لا تكون دولة مارقة، لا تكون في مواجهة الولايات المتحدة، ولكن استبدلت هذا بوجود مبطن. الآن تؤسس ميليشيات جديدة، هي ميليشيات إيرانية بقيادة إيرانية بتمويل إيراني بدعم لوجستي إيراني بكل شيء إيراني، ولكن في الواجهة هناك علم سوري، هناك بعض الأفراد من السوريين ضمن هذه الميليشيات لكي تبقى إيران. إيران كما تفضل الأستاذ سماه يعني استراتيجية عقائدية، استراتيجية إيديولوجية. إيران تحمل مشروع إيديولوجي يغير طبيعة دينية للمجتمع السوري، والمجتمع السوري لا يتلائم مع هذا مطلقا. هذا المشروع الإيديولوجي يعتبر بالنسبة لإسرائيل خطر أكيد عليها. قد تقول لي من تحت الطاولة هناك اتفاقات، أقول لك هذا المشروع يقوم على أساس أن إيران بقت هي زعيمة وحاملة لواء الممانعة للمماتعة، احنا نقول الممانعة والمقاومة. نعم. وكما تعلم تمدد المشروع الإيراني في فلسطين ذاتها مع حماس، مع جماعة الجهاد الإسلامي،
تشيع جماعة صابرون في الجهاد الإسلامي وانشقاقه. نعم يعني الوقت داهمنا وأخذنا وقت مخصص أيضا من الملف الثالث في حلقتنا. اسمح لي أن أشكرك ضيفي من إيطاليا أستاذ أحمد الرمح، باحث وكاتب في مرصد مينا الإعلامي للبحوث والدراسات، وضيفي من شيكاغو الدكتور نمرود سليمان كاتب ومحلل سياسي الذي أسعدتنا فعلا عودته وإطلالته هو والأستاذ أحمد مجددا على قناتنا. مشاهدينا ننتقل إلى ملف حلقتنا الثالث.